نظم حزب الوفد برئاسة رئيس الحزب السيد البدوي مؤتمرا لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجراؤها خلال الشهر الجاري، وذلك بحضور عدد من رؤساء الأحزاب وممثلين عن الأزهر والكنيسة، بالإضافة إلى عدد من قيادات حزب الوفد. يبقى الشرعية الشعبية والتي نواجه بها أعداء الداخل والخارج، نواجه بها من يحاولون أن يجدوا الثغرة أو المنفذ للتدخل في شؤوننا الداخلية والعدوان على استقلال قرارنا الوطني. الشرعية الشعبية هي التي تجعلنا ندعو الناس وندعو الناخبين ونقول لهم انزلوا وشاركوا يوم 26 و27 و28 حينما طالب المصريون الرجل باستكمال المسيرة والترشح لفترة ولاية ثانية على هذا النحو الذي كفله الدستور، لم تكن تلك المطالبات من فراغ، وإنما كان يقف وراءها مجرد لم تكن تلك المطالب يقف وراءها مجرد مشاعر إنسانية جارفة تجاه الرجل، لما لمسه المصريون فيه من صدق وتواضع وعفة لسان، وإنما كانت مطالبات يقف وراءها اعتبارات موضوعية تبررها في كلمة واحدة هي نجاح الرجل. الريس استلم مكان صعب، دولة صعبة جدا، فابتدى يشيل الحاجات السلبية وفي نفس الوقت يحط حاجات إيجابية، بينظف وفي نفس الوقت بيبني، بيزرع مصانع، قناة جديدة، ومزارع سمكية، وأمور كثيرة جدا.